جددت المملكة العربية السعودية تمسكها بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص واستنادها في نظامها إلى أحكام الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في تعليق لمعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. تم التأكيد على أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة ولا يمكن التدخل في سلطانه أو في أحكامه، ولا سلطان عليه إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تم الإشارة إلى الأوامر الملكية الكريمة التي كان هدفها الإنسان السعودي بما تضمنته من دعم واسع وللمجتمع ولمؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة. في إطار مشاركته في الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان، التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان بمعالي نائب وزير الخارجية الياباني للشؤون البرلمانية السيد تاكا شايوتو، وتم من خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل قضايا حقوق الإنسان، وأكد الجانبان على ضرورة توحيد الجهود الدولية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والتصدي له. تم الاجتماع مع نائب وزير الخارجية الياباني بناء على طلبه، وقد أبدى في هذا اللقاء تقديره الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، وبتقدير اليابان لجهود المملكة في محاربة الإرهاب وفي ما تقوم به في قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة. كما التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان بمعالي السيد ألكساندر زينون نائب وزير الخارجية القبرصي، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان، وبحث اللقاء وأوجه التعاون بين البلدين في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان. تم أيضا الاجتماع مع نائب وزير الخارجية القبرصي بناء على طلب معاليه، والذي أكد على أيضا تقديره الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعلى جهوده الكبيرة وجهود حكومته ودور المملكة العربية السعودية في قضايا المنطقة وفي مقدمتها محاربة الإرهاب. تتواصل أعمال مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسات لمناقشة حالة حقوق الإنسان في بلدان بعينها وفي مقدمتها سوريا. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.